عودة إذا نحن وياكم مشاهدينا إلى متابعة فقراتنا بعالم الصباح، محطتنا التالية أرض ورد مع كندا. صباح الخير. صباح الخير غادة. ينعاد عليك. ينعاد عليك وعلى الجميع إن شاء الله يا رب. أيامات أعياد دونك عندنا وقت شوي زيادة بالبيت دونك صح. منحب نلون ومنحب نلون اليوم والدنيا صيفية وبالصيف منحب الألوان. أيه. كل هول أسباب بخلوني اليوم أقدم فكرة لبيئة من الأزهار أو تنسيق أرانجمان نقدر نشتغله بالبيت، خاصة أنه هلأ إذا منروح على كل المشاتل أو كل محلات الأزهار الورد هو أكثر زهرة موجودة من الأزهار يلي نقدر أنه نحن ننتجها بلبنان، عم تنتج بشكل حلو. هلأ أوكي الأزهار يلي بتنجيب من برا بركي بتكون أكبر وبيكون الكاليبر تبعها أكبر، بس كمان الإنتاج المحلي عم بيكون إنتاج حلو. الشيء الثاني كمان يلي بخلي كل الاشخاص يعني يلي ما كثير عندهم خبره بتنسيق الازهار يستعملوا الورد هو انه هي اكثر زهره، اول شيء اكثر زهره محبوبه من الجميع، ثاني شيء هي اكثر زهره مكفوله انه اذا كان اشتغلنا فيها رح تعطيني شكل حلو. السبب هو هل شكل الدائري يلي بتعطيني اياه الورده واكيد الالوان اللامتناهيه يلي موجوده فيها الورده، وقد ما بينشغل عليها قد ما في فرايتيز قد ما في طلب عليها دائما الالوان حاضره ومتواجده. هلا رح اقوم انا على الارانجمون تبعي. في ضروره انه انا اقدم مساعده؟ تفضلي. لانه بس بس لحسي حالك انه لنجرب نشوف. لقلك شو الالوان اللي حبيت. انا دغري على المساعده. اكيد يلا. الالوان يلي حبيت انه نشتغلها هي الوان قويه. بالصيف بيجي على بالك هالالوان هيدي، نحن ما عم نشتغل ارانجمون لعرس لحتى يكون الالوان الرايقه كثير. اذا كان عندي شيء بدي زين بالبيت اكيد عشرت انه يكون اللون منه كثير ضارب على الوان البيت، يعني اذا عندي الوان ازرق بالبيت ما بقدر استعمل هول الالوان ابدا، بفضل ساعتها استعمل الالوان الباستيل اكثر يلي هي الابيض الزهر السمو بضلهم بيلبقوا اكثر، بس اللون الاحمر على طول لون هيك بتحسيه فرح. هلا عادة لأنه بيعطي أجواء حب ومحبة. إيه ومحبة هيك في حياة عم تغلي بالألوان القوية. عادة إذا بتشوف الألوان يلي التدرج الألوان يلي موجودة عند الأحمر الغامق، عند الألوان الزهر، وعند من تاني ميلة الألوان يلي ميلة أكثر على أورانج، بنشوف الجام الأزهار يلي هن هون، وبتقولي أيام إنه بركي ما بيزبطوا مع بعض. هلا انا اذا واحد كمان خصوصا منه هو معود دائما يعمل ارانجمون بخاف يكثر الوان. مزبوط. هلا ما نخاف من الالوان، ما نخاف من مزيج الالوان، معني ماكسيموم بده يطلع انه الالوان مش كثير ظابطه بس الورده حلوه، بس شغله نتعلمها الالوان يلي موجوده هون هي كلها من مشتقات الاحمر، يعني انا رحت على الاحمر يلي هو اغمق شيء، اخذت من ميلي الزهر يلي بيعطي توناليتي مختلفه عن اللون الاورانج واخذت هالاثنين سوا، اذا مزجتهم مع بعض رح يعطي كثير حلو، خاصه انه عندي زهره يلي هي الالستروميريا لحتى بيناتهم وهي جامعة الكل مع بعض. شوفي شو حلوة عاملة رتال على كل بقية الألوان يلي رح تجمعهم كلهم كمان بهيك لمسة لمسة ناعمة. زائد هلا منشوف بقلب الأرانجمون أنت بدك تقولي لي غادة إذا كان منزيد اللون الأصفر أو لا يلي أنا موجود مع. معي هلا منشوف. انا ما علي انه خاصة انه مختلفة بالشكل، يعني هون غيرنا عن شكل الوردة المدور، وعند اللون الاخضر يلي دايما بنقول هو النيو وايت او اللون الابيض الجديد يلي هو بالبوكي ما بيعطي هيدا اللون الابيض ما له مطرح بالبوكي، بذات الوقت بخفف شوي من وطئة الألوان. هلا رح نشوف شو بدنا نستعمل، بدك تعطيني كمان انت الانبوت تبعك شو رح اضطر اني اتحرك شو بتكوني تقولي لي حبيتي او لا. هلا الارانجمون بلشته رح يكون هين، يعني لكل الاشخاص يلي ما بيشتغلوا عادة ارانجمون احيان شي نشتغل على الاسفنجة لانه احيان من اذا كان اشتغلنا بوكي، وثاني شيء نشتغل الشكل الدائري اللي هو كمان سهل. اول شيء بدنا نحط الزهره اللي بالوسط واهم شيء انها تكون اعلى من الباقيين،
اوكي بنبلش هون اعلى شيء وبنبلش ننزل تدريجيا. هلا انا الطريقه اللي عم نشتغل فيها هي انه نحط اول شيء اللون الاحمر نوزعه بالتساوي تقريبا على كل الارانجمون. هون ببلش جالس وهون ببلش بنزل فيهم شوي ميلين اوكي، ورح بلش فوت هلا اللون الزهر بعدين نرجع بنضيف الاحمر وقت اللي بيلزم، بس تنبلش نشوف مزيج هالالوان شو بده يعطيني. اذا بدك تساعديني غاده بدي اعطيكي من هول هلا بدي هيدي طلعت شوي واطيه رح نحطها هون. شوفي لح بعد بعتقد من هول شوي اوكي لعم نبلش نحط الالوان حد بعضها بس حتى فرجيكي بدك تعملي كل زون لحاله اوكي ايه يعني بس حتى نشوف بلشوا يبينوا شوي كيف بدهم يكونوا الالوان مع بعض. اوكي وبعدين رح ندخل مثل ما قلت الالوان الثاني الالستروميريا يلي هي هيك رح تشوفي كيف رح تعطي فعلا شيء حلو. يعني هول الوان عاده بتقولي ما كثير لابقين مع بعض، يعني ما بعرف بيخطر على بالنا مع الاحمر بركي نحط بس اللون الاخضر او لانه لون هلا هيك لانه بصير اهين شيء علينا انه احمر اخضر ماكسيموم بعد ايه؟ لون ثالث مزبوط، بس وقت اللي بتلوني بالوان مختلفه شوفي قد ايه بيعطي كثير حياه، بيعطي هيك عن جد الوان. وهلا هالالوان هيدي عم بتكون حتى بكثير اشياء تاني. ما بنحط زهرتين حد بعض نفس اللون بكثير مجالات ثانيه بدنا صار زهر عم نختارها عطيتيني طبعا اوكي انا اسيستنت كثير فعاله عن جد انا اللي مش عم لحق لك لكينا فإذا شكل الأزهار بهالطريقة منه صعب أبدا، الشرط هو إنه دائما ننتبه للتوازن بالألوان مثل ما عم نشوف. أوكي فاين بفتكر خلص أوكي صار عندي المزيج مظبوط كله لا بعد بتعبي كثير قد ما بدنا فينا نعبي. هلا فينا نعمله شوي هيك مرتاحين الازهار على بعض وفينا لا نخليهم اغنى من هيك ونكتر بقلبهم. بدنا اللون الاحمر بعد غاده انا حاسه يعني بلا بعد بيحمل لون احمر صح اوكي رح نحط وحده هون خاصه انه اذا بتنتبهي الورده الحمراء هي اكبر من الباقيين رح نحط بعد 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 بيحمل كثير احمر بعد بيحمل رح نبرمها هيك اذا يلي عم بيشوفنا عم بيشوف انه عن جد منه كثير صعب واحد يشتغل ارانجمون بعد هون رح نحط احمر وبعدين رح نحط بيناتهم اكيد لحتى ما يطلع عندي نفس اللون مثل ما قلنا صار بدنا اورانج هلا بس انا بوقف هلا وبشوف هول وين بدي احطهم يعني بعد في محل ما تخافي عن جد؟ ايه بعد في محل خاصة بالورد شوفي كيف عم بيطلع يعني ما بعرف إذا عم نقدر نشوفها على الكاميرا بس الحلو بالورد إنه ليكي كيف شكلها كثير حلو بيعطيكي هال هيك دوائر حد بعضها كل ما تكون قريبة من بعضها كل ما بتحسي بغنى الأرانجمون بعد بيحمل بعد عندنا كثير فراغات وهالزهور يلي بدنا نضيفها هيك بس بدها تيجي تعطيني لمسة إضافية بس مش هي يلي رح تكون عم تعمل البوكي فينا نحط أحمر إيه يلا هيدي أنت بدك تحطيها هون لحتى أنا رح نحط وحده ثانيه بعد هون اوكي بيناتهم بدنا ندخل الاورانج انا عم بحس انه بعد بدنا اورانج هون بيحمر هون 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 برافو غاده هون هي تنبرمها بعد هون بيحمر اورانج شو اكتفينا قولك بس حتى على الطرف هون اوكي هلا بدنا نبلش ننتبه بغير الوان بس رح ننتبه نرجع لانه هيدي شغله كثير مهمه بالارانجمون دائما الاطراف ما نخليها فاضيه يعني هلا بدي ابرم الارانجمون على كل الجوانب اذا بلاقي في عندي شويه فراغ رح احط
زهرة، لأنه مش حلو ابدا انه يكون الارانجمان معبى وغني من فوق وناسين الاطراف. فينا نحط وحده حمراء هون؟ فينا نحط وحده حمراء. يلا غادة. شو بعد عندي هون؟ هون. اوكي، هلا صار فينا نقول انه عبيناه. شو قولك بيساعوا بقيه الازهار يلي بدنا نحطهم؟ ما بعرف لانه انا بالنسبه لإلي هلا عجقت. لا ما عجقت. شوفي هالتوش يلي بدها تعطيها رح نخليها شوي اعلى من بقيه الازهار. اوكي اوكي، لانها هي زهره صغيره وخفيفه، حلوه انه شوي تعلى فوقهم. فين حطها؟ اثنين حتى تضل مبينه. اوكي، هيدي رح خليها عاليه ورح نحطها بالنص. اوكي، عم بيعطي هلا صار حلوين مع بعضهم، عم بيعطي كثير هيك خفيه. طيب. لانه عندي كان كثير شكل اذا فينا نقول هيك كثير هندسي مع بعضهم، هون شوي عطيناها شكل طبيعي اكثر. اوكي فاين. فين وين بعد بدنا نحط؟ فين نحط هون؟ فين نحط ثاني مين؟ يلا رح نبرمه ورح نرجع كمان على هالميل. بعد المقص يلي عم بستعمله هو مقص خصوصي للازهار، اهم شيء انه يكون بقص بسرعه، يعني ما يخلي منقول تعلق القصه هيك دغري ينقص. مختلف شوي عن مقص التشحيل لانه جالس، وانا بالازهار ما عندي اغصان سميكه، فاذا هو مقص بقص بسهوله. اوكي، بعد هيديك الميله يمكن رح ننهيها نرجع بهول. بدنا نضيف الاصفر؟ ايه. اوكي، خليني بس قبل لحتى اذا ما ضل عنا وقت بس فرجيكي الافيه تبع التنس بول. اوكي، خليهم اطول من هوليك بعد. ايه، بدهم يكونوا شوي هيك مثل جايين على وجه الارانجمون. هدول الشغل فيهم منه صعب مع انه بتبين صعبه، لانه عندها الغصن وهي عن جد بتحسيها طابه خفيفه، بس بدي اياها تكون على الوجه. ما راح نكتر كثير لحتى ما نخبي ورداتنا كمان يلي تعذبنا وشكيناه هون ونقينا الالوان تبعون. بس بتشوفي قديش راح هيك تعطي شوية ضوء للأرانجمان إضافة هالتنس بول. لحتى هون لأنه حس إنه في فراغ. أوكي، هون بعد بتحمل. هون عندي اثنين، رح نشيل التحتانية تنخليهم هيك. شو بعد بدنا نحط؟ بعد وحدة، بعد وحدة هالبيت ما هيك؟ اوكي، مكبره او منصغره غادة؟ لا صغريها. صغره. يلا هات لنشوف هون. هون. اوكي فاين. بعد وحده صغيره هون. شوفي قديش عن جد عطى بعتقد. اوكي، هلا بعتقد انه خلص. خلص ما بنحط الاصفر؟ بلا، خلينا نحط الاصفر. اخضر خلاص. اوكي، كمان نفس الشيء بدنا نخليهم شوي طوال. اوكي، وما رح نكتر كثير. لا خلص، صار عنا الوان عن جد عن جد حلوه. بركي خمسه دائما اذا بدي نقي، بتذكري بنقول دائما خلي يكون العدد مفرد اكثر، بيعطي توازن اكثر بكثير بالبوكيه. يلا وهيدي بعد وحده هون. ثلاثه كمان بيطلع حلو، عم بحس انه ثلاثه عبى وتوزع بشكل حلو. كمان نسينا نقول انه من تحت الفاز يلي بدنا نستعمله او بيكون فاز منه شفاف، او فينا نضيف عليه خضار بانه نحط هالبامبو يلي هو موجود، واخترته يكون شوي عالي عن الطاوله، بضل بيعطي بضل ببين اكثر الارانجمون بدون ما يزعج. فهيدا هو الارانجمون يلي حبيت نقدمه لكم. عم تقولي بدون ما يزعج فكره، لانه اوقات بيكون كثير عالي كثير هيك بصيروا الناس من وراء الارانجمون يطلعوا منها فكره كثير حلوه بتكون. حلو كثير.
ينعاد عليك غدا وعلى الجميع. ان شاء الله هيك تكون الاعياد اعيادنا ملونه مثل هالبوكيه عليك يا رب يلي عملناه سوا اليوم. ميرسي لك كندا، خليكم معنا بريك اذا وبنرجع من تابع.